مساء الخير مشاهدينا الكرام، مستمعينا اينما كنتم بالمشاهده والمتابعه في حلقه جديده متجدده من برنامج هذا المساء. مساء الخير خالد. مساء الخير هبه، ومساء الخير لكم مع الساده المشاهدين والمتابعين دوما عبر شاشه الفجر الجديد في حلقه جديده من برنامج هذا المساء. نعم، اذا بالتاكيد متواصلين واياكم في حلقات برنامج هذا المساء اللي اكيد بنسلط الضوء على ملفات كورونيه في امتياز، كوننا بنتحدث عن العديد من القطاعات. واليوم حديثنا حول الواقع التعليمي، المرحلة التعليمية فيما يتعلق والمدارس، وكذلك أيضا مصير طلبة الجامعات. نعم، وأيضا إلى مصير طلبة الجامعات، مصير الجامعات نفسها في حال استمرت هذه الأزمة، ماذا سيترتب على الجامعات الفلسطينية، وماذا أيضا يترتب على وزارتي التربية والتعليم وأيضا التعليم العالي. بس هو الكسبان الوحيد فعليا في هذه الأزمة طلبة الثانوية العامة، يعني بنحكي عن أكبر كتاب 100 صفحة تسهيلات كبيرة، وامتحان الثانوية راح يكون في موعده كما جاء في الإجازة الصحفية. طيب، واليوم راح نعرج طبعا على التفاصيل المترتبة على هذا الموضوع، وشوي هيك على الفيسبوك الكل بيبارك لبعض انه خلص اترفعنا ونجحنا وإذا بس في إجراءات مترتبة لاحقة على هذه القرارات. طبعا، وهذا ما جاء في الإجازة الصباحي اللي كان على منصته وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، اللي وضحوا بعض النقاط اللي احنا اليوم اكيد راح نكون في تفسيرات توضيحات أكثر حول هذه النقاط في حال كان بعض الأمور غير واضحة أو غير مفهومة لدى المواطن. بالتأكيد هذا إن شاء الله راح يكون محور لحديثنا، وأيضا منحب نبارك للناس مع بعض القيود التخفيفية اللي كانت اليوم شهدناها في محافظات طولكرم، نابلس، طوباس، سلفيت، وكذلك أريحة. كانت إجراءات تخفيفية، الناس يعني شعرت بشوق للسوق وأجواء السوق ومشية السوق، لكن بترتب عليها برضو بعض طبعا الإجراءات الوقائية. هبة، أكيد هناك إجراءات وقائية وهناك احتياطات، وكل لازم سواء من قبل البائع أو صاحب المحل أو القطاع التجاري، وأيضا بالنسبة للمواطن اللي هو مشتري مثلا أو هو زبون لمحل، كمان بترتب عليه الالتزام بكل الإجراءات الوقائية احتياطا وتحرزا لا سمح الله لأي طارئ. إن شاء الله إحنا بنكون قد الحمل، لأنه بصراحة في وعي يجب أن يمارس، وفي عجلة اقتصادية يجب أن تستمر، لأنه استمرارها يعني استمرار الخسائر، وإحنا بنعرف إمكانياتنا المحدودة حاليا. يعني باتوا ضيوفنا جاهزين في هذه اللحظات للغوص أكثر في تفاصيل ماذا يترتب طبعا على ما جاء من قرارات من قبل وزارة التربية والتعليم. نعم، والحديث عن طلبة المدارس الفلسطينية وأيضا الثانوية العامة، يسعدنا ضيفنا الكريم عبر شاشة تلفزيون الفجر اللي حاضر وإيانا، المدير العام للمتابعة الميدانية والإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، أستاذ أيوب عليان. أسعد مساء أستاذ. يسعد مساكي ومساء كل المتابعين الكرام، وكل التحية لطاقم تلفزيون الفجر والعاملين فيه. خلال الإجازة الصباحي سلسلة من القرارات، ولا ربما أبرزها كان يتعلق بامتحان الثانوية العامة، الصفوف من الأول وحتى الرابع، وكذلك أيضا ما يترتب حتى الصف الحادي عشر. خلينا نبدأ بالملف الأول، طلبة الثانوية العامة، فعليا إيش تفسيرات ما جاء من خلال وزير التربية والتعليم هذا اليوم؟ يعني هو ما جاء اليوم في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير التربية والتعليم، التأكيد على موعد امتحان الثانوية، لأنه الطلبة ينتظرون هل في هنالك تأكيد على هذا الموعد أو ربما يتم التأجيل، وإجراء المشاورات في مديريات التربية والتعليم وأيضا مع شركائنا من الوزارات الأخرى، تم الاتفاق على أن يبقى الموعد كما هو في 30/5، وبالتالي سيكون هنالك اعتبارا من غد اجتماعات للجنة الوزارية المكلفة بالإعداد لإعدادات امتحان الثانوية العامة من الناحية اللوجستية، لأنه إحنا وزارة التربية والتعليم الجزء السيادي في امتحان الثانوية العامة من ناحية الأسئلة ومن ناحية هذا تقوم به وزارة التربية والتعليم لوحدها، ولكن هي توفير السلامة العامة وتأمين وصول الطلبة إلى قاعاتهم وتأمين ما يلزم لعملية التقييم للتعقيم
في القاعات، وبالتالي زيادة عدد القاعات هذا يتطلب تعرفوا متطلبات مالية وافق عليها مجلس الوزراء هذا اليوم، وبالتالي صدر القرار انه احنا ان شاء الله سيتم عقد امتحان الثانوية العامة في موعده في 30/5 حسب البرنامج الذي وزع سابقا. نعم، يعني أستاذ أيوب تشكر الجهود المبذولة ونتمنى النجاح والتوفيق لكل طلبتنا، لكن كونك تحدثت أيضا عن بعض الأمور اللوجستية فيما يتعلق بقاعات الامتحانات، أيضا هناك يعني أمور قد يتم متابعتها سواء من ناحية المدققين، من ناحية المعلمين، وأيضا يعني رؤساء القاعات والمصححين اللي بالعادة بيكون في هناك انتقال بين المدن والمحافظات، وبالتالي هل كان هناك أيضا يعني إقرارات وإجراءات معينة تتخذ في هذا النحو؟ يعني أختي العزيزة إحنا لما نتقدم لمجلس الوزراء بخطة وزارة التربية والتعليم من ناحية عقد الامتحان وتصحيح الامتحان وإخراج النتائج، نتقدم بخطة شاملة تعتمد على كل المرتكزات، وهذه الخطة نتيجة الظروف اللي إحنا بنعيشها أكيد راح يكون العبء المالي المترتب على وزارة التربية والتعليم وعبء مالي كبير، ومن أجل ذلك تقدمنا الخطة في ظل الظروف حتى يستطيع الطلبة تقديم الثانوية العامة وحتى يستطيعوا الحصول على نتائجهم في أقصر وقت ممكن وبالتالي الذهاب إلى جامعاتهم. هذا يتطلب بصراحة في وضع مش طبيعي أن يكون هنالك بمشاركة طبعا أكثر من الشركاء سواء على صعيد المحافظين في المحافظات أو على صعيد وزارة الداخلية أو على صعيد وزارة الصحة أو حتى على صعيد وزارة الشؤون المدنية. طيب أستاذ أيوب، يعني في ظل الحديث عن الوضع كان هنالك بعض الإجراءات المبكرة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتصورها طبعا ضمن دراسة حالة الطوارئ أنه كان في شطب لبعض الأجزاء من المنهاج المتبقي الذي لم يتم الاطلاع عليه من قبل الطلبة نتيجة حالة الإغلاق، بالتالي إحنا ذاهبين على امتحان ومعيار وزارة التربية والتعليم ومعيار نوعية التعليم هو الجودة في هذه الاختبارات، فبالتالي ممكن بعض الطلبة بيفكروا أنه لا الوضع ممكن يكون في تساهل وإلى ما ذلك في بعض الأمور، لكن فعليا إحنا راح نحافظ على جودة التعليم والامتحانات رغم هذه الظروف. شيء طبيعي، يعني كل الاحترام لسؤالك لأنه سؤالك هو سؤال منطقي جدا. البعض بيفكر أنه طالما خفت المادة إذن جودة الامتحان ستخف. أنا أؤكد لك أنه جودة الامتحان والجودة والنوعية لهذا الامتحان، لأنه إحنا شخصيا صراحة نحافظ على هذه الجودة والنوعية لامتحان الثانوية العامة لطلبتنا، وقد تميزنا على الصعيد الإقليمي في هذا الموضوع، وشهادة الثانوية العامة الفلسطينية ربما أقول لك بجوز في ألمانيا لوحدها في الإقليم المحيط فينا ربما لا تعترف إلا بشهادة التوجيه الفلسطيني، ومن هذا المنطلق نقول إنه إحنا سنحافظ على الجودة والنوعية رغم إنه قلت المادة الدراسية، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن نخفف من طبيعة الأسئلة أو نشدد من طبيعة الأسئلة. ستكون الأسئلة بمعيار ضمن جدول المواصفات الذي يعد باستمرار للحصول طبعا على المستويات اللي احنا دائما بنطمح انه يكون طالبنا قد وصل اليها، سواء المستويات العليا من التفكير او المستويات الدنيا او التذكر، وبالتالي استطيع ان اقول لك حجم المادة لا يعني باي حال من الاحوال ان نتنازل عن جودة ونوعية الامتحان. نعم أستاذ أيوب، فيما يتعلق بموضوع الطلبة الذين يقعون تحت نطاق الحجر الصحي أي بمعنى آخر المحجورين، وأيضا إلى الكوادر الأخرى التي تقع تحت هذا النطاق، فعليا كيف سيتم التعامل مع هذه الفئة تحديدا، وما هي إجراءاتكم في سبيل يعني تحقيق هذا الامتحان بشكل ناجح وضمن الخطة وضمن كل الأهداف التي وضعت لأجله؟
لعلنا في وزارة التربية والتعليم قد خضنا تجارب مشابهة أختي العزيزة في خلال عمليات الاجتياح التي تمت في العام 2000 و2002 و2003. كان هنالك مناطق يتم إغلاقها، وبالتالي كنا نعمل لهذه المناطق امتحان بديل للثانوية العامة. فمن هنا معالي الوزير صرح اليوم في المؤتمر الصحفي، وكان واضح أن هذه المناطق سيكون لها اعتباراتها وسيكون لها حلول في تقديم امتحان الثانوية العامة عندما تكون منطقة أو محافظة بأسرها قد تعرضت للحجر الصحي أو ربما لا نستطيع إجراء الامتحان، سيكون هنالك امتحان بديل لهذه المنطقة. الموعد 30/5، احنا بنحكي عن موعد نهائي فعليا في هذه الفترة، ما لم يطرأ أي تغير طبعا في إدارة خلية الأزمة برئاسة الدكتور محمد شتية على أرض الواقع، صحيح أستاذ أيوب؟ هي صحيح 100% حقيقة، يعني لأنه إحنا إجراءات تتم أو ترتيباتنا حاليا تتم على أساس أنه 30/5 هو يوم عقد الامتحان، ولكن شو بصير بكرة بعد بكرة ما حد بيعرف، لكن إحنا ضمن الواقع الحالي اللي بنعيشه والأزمة اللي بنعيشها إحنا نستطيع إجراء الامتحان إن شاء الله في 30/5. نعم، وهذا ما يتعلق في موضوع طلبة الثانوية العامة، ويعني كل الجهود المبذولة في سبيل يعني تحقيق هذا الامتحان فعليا فيما يتعلق بالصفوف الأساسية وحتى الثانوية من الصف الأول وحتى الحادي عشر، عن طبيعة الآلية اللي رح يتم التعامل فيها سواء من ناحية النتيجة أو من ناحية ممكن التقييم. ونحن شهدنا أيضا يعني خطوات التربية والتعليم تجاه التعليم عن بعد، يعني قد نكون يعني نجحنا في هذه العملية مع بعض الإشكاليات والصعوبات، لكن ماذا عن الآلية التقييمية وعملية التقويم لكل الطلبة ضمن هذه الصفوف؟ يعني سؤالك منطقي ويعني في عين الصواب. وزارة التربية والتعليم ربما كانت مبادرة جدا لعملية التعلم عن بعد، ربما البعض قال انتم بتقفزوا في الهواء، وربما البعض الاخر قال انه انتم يعني شو اللي بتعملوا فيه، والبعض الاخر اشاد بهذه التجارب. استطيع القول انه الحصيله النهائيه لغايه هذه اللحظه انه احنا راضين عما تم. لا شك انه في البعض في كان هنالك تحديات وصعوبات واشكاليات، ولكن نستطيع أن نقول إنه الشهر القادم سيلحظ تركيز في موضوع التعلم عن بعد ضمن خطة سيعلن عنها يوم الخميس بعد غد إن شاء الله ضمن مؤتمر صحفي لمعالي وزير التربية والتعليم، للتركيز أكثر خلال الشهر المتبقي على التعلم عن بعد. ونحن عندما نقول نستمر في التعلم عن بعد أي نستمر في عملية التعلم التي هي من الناحية كما يقال الاقتصاد في عملية التعلم، يعني أن نستمر في هذا الجهد حتى نستمر في العملية التعليمية التي من وجهة نظري أنا البعض يقول أين تقييم ابني أو نتيجة ابني، ربما المجتمع دائما يتساءل عن هذا الشيء، ولكن الشيء الأفضل والشيء الذي يدوم هو استمرار عملية التعلم سواء تمت في داخل الغرفة الصفية أو تمت خلال التعلم عن بعد. وبالتالي نستطيع أن نقول إنه إحنا في وزارة التربية والتعليم استفدنا وكانت التجربة رائعة، ولكن عملية التقييم ستكون على الأغلب هي نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيكون هنالك اعتبارات لما تم في الفصل الدراسي الثاني، ولكن قضية العلامات أنا من وجهة نظري كتربوي بقول هي ربما مهمة للأهل، ولكن الأهم استمرار الطالب على تواصل مع العملية التعليمية وأن يستمر في انخراطها. وأضيف أيضا أنه أبرزت هذه الفترة بصراحة قصص نجاح مهمة للعملية التعليمية، وانطلاق أيضا حلت أو خلينا نقول اللي هي المنصة التعليمية لوزارة التربية والتعليم
أصبحت بحلة جديدة انطلقت خلال أو ستنطلق خلال اليومين القادمين بتركيز أكثر، وبالتالي الحاجة أم الاختراع، سيكون هنالك ربما في المستقبل التركيز على موضوع التعلم عن بعد أكثر، وربما يدخل في عملية التقييم، ولكن من أجل الشفافية ومن أجل البقاء على موضوع العدالة في العملية التعليمية، خلال الفترة السابقة لن يكون هنالك أي عملية تقييم للطلبة على ما تم بالتعلم عن بعد، وبالتالي النتيجة سترصد الأكثر على نتيجة الفصل الدراسي الأول، ولن يكون هنالك معدلات، وسيكون هنالك النتيجة ناجح فقط أو يرفع أو يرسب بسبب الغياب إن كان لديه نسبة غياب تفوق الأسس والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم. أستاذ أيوب، يعني بالتأكيد في جانب مشرق نتيجة أزمة كورونا وهالمرارة اللي منعيشها حقيقة، إلا أنه بصراحة كان في استثمار جيد بالنسبة للأمور الإلكترونية والتكنولوجيا في العملية التعلمية. حقيقة في استفسارات حاليا بتيجي من خلال المتواصلين ويانا من خلال فيسبوك، أنه تسجيل الأطفال لمرحلة الصف الأول، شو الآلية اللي وزارة التربية والتعليم هتعمل فيها بهذا المجال؟ يعني تسجيل الطلبة أخي العزيز، إحنا في الفترة القادمة سيكون هنالك نتيجة لقرار طبعا مجلس الوزراء بالتخفيف، عندما يسمح بدوام مدراء المدارس سيكون هنالك فتح لباب التسجيل، وأنا أستطيع أن أقول لك إنه أنا من خلال معرفتي السابقة كمدير عام للتعليم العام، نحن في أغلب المحافظات يكون لدينا سي دي من وزارة الداخلية، هذا السي دي يعطينا أسماء الطلبة الذين سيتم تسجيلهم ضمن الصف الأول، وبالتالي نحن لدينا السي دي دائما موجود في وزارة التربية والتعليم وزودنا في وزارة الداخلية، وبالتالي إحنا يعني مش راح نرد ولا طالب مع بداية العام الدراسي من ناحية التسجيل، والتشكيلات المدرسية محسومة وما في خوف على تسجيل أبنائنا في الصف الأول. هذا أيوب، يعني حاليا معنا اتصال هاتفي واستفسار نود أن نطرحه على حضرتك. نقول مساء الخير. مرحبا، أهلا وسهلا، يعطيك العافية الله يعافيك، تفضلي. أختي الكريمة، حابة أسأل، أنا معلمة وولية أمر لأربع أطفال في المدارس بنفس الوقت. تفضلي. صار المفهوم التعليم عن بعد بصراحة ضبابي، يعني قرارات الوزارة تختلف عن قرارات المديرية، تختلف عن قرارات مديريننا يعني في المدارس. ايش فعليا، وين يعني وجه فعليا الاختلاف؟ مثلا الضغط على البرامج المختلفة، كل يوم بيطلعوا لنا ببرنامج، أول شيء على صفحة الفيسبوك بلشنا ننزل فيديوهات المشروحة والجاهزة، وبتجنن نحط عليها أسئلة استنتاجية عشان يتفاعلوا الطلاب، صار بعديها لا بدنا جروبات، لا بعديها ارجعوا على الصفحة منفردة، بعديها رجعوا عملوا لنا زوم، وبصراحة برنامج زوم بالذات بده نت عالي وعليه مشاكل، فبتلاقي مديرتنا بتهدد انه لا رح ارفع اسمكم للتربية، اولادنا بيشكوا انه بدنا اجهزة وبدنا سرعة عالية، وانا ما بقدر كولية امر اني اتابع كل هاي المواضيع صراحة، فصارت الضبابية انه بنتخبط في بعض. يعني اليوم كانت تصريحات الوزير واضحة، ومع ذلك في هناك مدراء معطين حالهم صلاحيات بأنه الموضوع صار منافسة، يعني نسيوا موضوع الرئيسي اللي هو استمرار العملية التعليمية، وصار الموضوع بس انه مين المدرسه اللي بدها تفوت في المسابقه وتصير تعمل انشطه اكثر، وتصير يعني اولادي صاروا اربع خمس ساعات في اليوم على الاجهزه ما بيتركوها، مش ملحقين. طيب. انا نعم. كمعلمه كمان صار علي ضغط بشكل فظيع جدا، فاحنا بنتمنى على انه الاستاذ ايوب او اي حدا من المسؤولين يكون يعني ينزل لنا بيان واضح مكتوب مطبوع، عشان انا كمعلمه اعرف وين اتوجه بالضبط على خريطه واضحه امشي فيها، وبنفس الوقت أولادي أعرف أوجههم. نعم، يعني شكرا جزيلا، نعم شكرا جزيلا لحضرتك، الله يعني يخليك. الصورة شكرا. وصلت، وبالتالي الأستاذ أيوب يعني إذا كنت قد تسمع هذا الاستفسار والاتصال عن ضبابية طبيعة الأساليب والطرق اللي راح يتم اتباعها. نعم. يعني أختي العزيزة، أنا تحدثت بكل وضوح إنه خلال الفترة السابقة وزارة التربية والتعليم لا تتدخل في شؤون المديريات وإدارة الأزمة في العملية التعليمية أو حتى على صعيد المدارس، لكن تحدثت إنه يوم الخميس القادم سيكون هنالك مؤتمر صحفي سيعلن عنه الخطوات
بالضبط للفترة القادمة نتيجة الأسباب اللي ذكرتها الأخت، وربما في عندي أنا أسباب أكثر من اللي ذكرته الأخت، لأنه حقيقة إحنا بنسمع للآباء والأمهات، وإحنا يعني في هاي الفترة كنا سعيدين جدا بترسيخ مفهوم الشراكة الثلاثية اللي هي المدرسة البيت الطالب، وبالتالي أصبح أولياء الأمور بصراحة يدخلون من ناحية الاتصال والتواصل أكثر من الفترات السابقة نتيجة التواصل عن بعد، وبالتالي إحنا كل الأمور هاي راح تكون واضحة للأخت وأيضا للمدراء وأيضا لمدراء التربية والتعليم، لأنه حالة التخبط فعلا وجدت. ولكن أستطيع أن أقول قبل هذا اللقاء كنا في اجتماع عبر الزوم مع لجنة السياسات في وزارة التربية والتعليم، وكنا نعد في البيان والخطوات التي ستخرج للميدان التربوي من ناحية تخفيف العبء على الطلبة وعلى أهاليهم والتركيز على المفاهيم الأساسية حتى 23/5، ولتكون الأمور أقل ضبابية وفيها وضوح أكثر وفيها تركيز على المضمون والجوهر من ناحية الجودة وليس الكم، ولكن من ناحية النوع أيضا. يعني حقيقة فيما يتعلق وشهر التعويض بآب، يعني برضو إحنا أمام هالتسهيلات وإحنا عمالنا بنحكي على تعلم إلكتروني والتعلم عن بعد، إحنا مش راح نضيع المادة، لا، المعلم راح يقابل الطالب ويراجعه في المواد، أو في امتحان راح يكون باعتبار فقط يعني تقويمي حتى نتأكد من مرور الطالب، لأنه إحنا مفهوم عنا إنه المنهاج تراكمي، وبمعنى أنه أي وحدة وأي سطر وأي كلمة يبنى عليها للمرحلة المقبلة في أي طالب، فبالتالي هنالك شهر تعويض في شهر آب. يعني هو اللي تحدثت صحيح 100%، في شهر آب سيكون هنالك منهاج إحنا بنسميه منهاج الطوارئ لمدة ربما من أسبوعين لثلاثة أسابيع، يركز على المفاهيم الأساسية والمهارات التي يجب أن يكون الطالب قد امتلكها، وتمكين الطالب في خلال هذه الفترة من بداية شهر آب حتى يستطيع الطالب طبعا مواصلة العملية التعليمية التعلمية، ويرصد لهذه الفترة 10 علامات من علامة الفصل الدراسي الأول للعام القادم حتى نكمل نحن العام الدراسي الحالي، ويستطيع الطلبة أخذ نتائجهم ولا نربط بأي حال من الأحوال نتيجة الطالب، لأنه بتعرف ربما الطالب بحاجة إلى أن ينتقل إلى مدرسة أخرى أو لمنطقة أخرى أو كذلك المعلمين. ومن هذا المنطلق قامت وزارة التربية والتعليم بإنهاء العام الدراسي في موعده حتى يستطيع طبعا يكون في فرصة لدى الأهل في التنفس، وأيضا الفرصة لدى الطالب كمان إنه أن يتنفس وأن لا يبقى حبيس أنا بدي أنجح أو أرسخ أو ما أطلعش، هاي كل الأمور النفسية إحنا حسمناها. وبالتالي بداية شهر 8 سيكون هذا التعويض لتمكين الطالب من المهارات الأساسية وضمن منهاج معد من وزارة التربية والتعليم، وبدأ الإعداد له من الإدارة العامة للإشراف وأيضا مركز المناهج. نعم، وهذا بالتأكيد أستاذ أيوب يؤكد على ضرورة الاستفادة من كل المناهج، لكن سؤال أخير إذا سمحت فيما يتعلق ما بعد تجاوز هذه الأزمة، بصراحة كم ممكن أن تكون هذه التجربة الفلسطينية في القطاع التعليمي المدرسي، وخاصة لما نحكي عن التعليم عن بعد قديش رح يكون هو يعني فعليا للأمام وللمستقبل يعني دراسته، ليكون هناك ممكن آلية جديدة وضع بعض الطرق والأساليب الإلكترونية وفق نقاط قوة معينة ووفق نقاط ضعف يتم تجاوزها وتعزيز النقاط القوة اللي كانت بهذه المرحلة.
يعني احنا سؤالك هو سؤال يعني منطقي، وفي الحقيقه وزاره التربيه والتعليم او معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا الدكتور مروان عورتاني اوعز لرئيس مركز البحث والتطوير باجراء دراسه على هذه الفتره وتحديد الامور التي تميزت و الأمور التي كانت بحاجة إلى إعادة النظر فيها من أجل الولوج إلى مستقبل أفضل في العملية التعليمية في فلسطين. وأستطيع أن أقول لك أنه بصراحة التجارب الفلسطينية في مجال التربية والتعليم هي تجارب رائدة وناجحة، ولكن هنالك إخفاقات وربما هنالك تحديات نستطيع أن نتغلب عليها، ولكن بالمحصلة النهائية أنا بقول يعني ورسالتي إلى الأهل الذين تواصلوا مع أبنائهم إنه إحنا ربما استفدنا كثير من المهارات التي امتلكها الطالب يستخدم الكمبيوتر في أكثر من جانب، وهذه بحد ذاتها مهارة عندما يستخدم مهارة الدخول إلى موقع زوم أو إلى أي موقع آخر، هو بدأ يعد نفسه لمهارات مستقبلية تفيد في حياته العملية. ربما البعض ينظر للمعلومة وحفظ المعلومة، وأنا بقول لا، مهارات الاتصال والتواصل التي تبقى وتستديم مع الطالب هي أفضل بكثير البحث عن استخدام مهارات. هذا يؤسس طبعا لحياة تعلمية تستمد أكثر مع الطالب. اللي بدي أستفيده أو اللي أحكيه أنه كمان معلمين اللي كانوا يأخذوا دورات وربما كانت تركا على الرف بدأوا باسترجاع معلوماتهم واستدراكها وبدأوا بتوظيفها في العملية التعليمية. يعني الكورونا درس رغم مرارته لأنه يتم التعلم من خلاله. أستاذ أيوب، ما قبل النهاية طمعانين في الإجابة على هذا السؤال، كان هنالك فتح باب التسجيل لامتحان طبعا الملتحقين في السلك العملية التربوية، تقديم إلكترونيا طبعا خلال هذه الفترة من خلال ديوان الموظفين العام. آلية الامتحان يعني كان من المتوقع لو ما كان في عنا أزمة منتصف شهر 5، لكن حاليا مع التصورات والوضع الحالي في تصور متى سيعقد هذا الامتحان وآلية استكمال طبعا عمليات التسجيل؟ حقيقة تم الإعلان أخي العزيز القبول للوظائف التعليمية وربما أيضا للإدارات المدرسية كمان الشاغرة لهذا العام في هنالك إجراءات جديدة وأسس ومعايير. تم اعتماد تقديم الطلب إلكترونيا ولن يكون هنالك امتحان للمتقدمين للوظائف التعليمية، سيكون هنالك رصد خلينا نقول المؤهلات التربوية وكم حصل في معدل الثانوية العامة وكم حصل في الجامعة، وبالتالي هي سترصد ضمن معايير خاصة ويحدد بالتالي 5 أضعاف العدد ممن نحن بحاجة لهم وسيتم مقابلتهم وهنالك علامة على المقابلة وسيحدث ترتيب جديد بعد المقابلة. ومن هنا نقول إنه ربما هذه الجائحة كمان فادتنا في الاستفادة بخروج لأسس وتعليمات جديدة تفيد أن نستطيع أن نحصل على المعلم الأفضل أو المعلمة الأفضل لتدريس أبنائنا، لأن حقيقة المعايير والأسس التي انتهجتها وصادق عليها معالي وزير التربية والتعليم للعام القادم أنا من وجهة نظري كتربوي بقول لك أفضل بكثير مما كانت في الأعوام السابقة، لأنه فعلا الامتحان ربما يظلم ناس كثيرين لأنه تذكر المعلومة ربما تصدر، ولكن إحنا نعتمد في السيناريو القادم شغلتين أساسيات وهو المقابلة، والمقابلة راح يكون في شقين إلها أيضا، مقابلة تربوية ومقابلة للشخصية،
وأيضا مقابلة للمعلومات، وستكون هنالك جزء كبير أيضا على المؤهلات التربوية والتعليمية. ومن هذا المنطلق الامتحان أصبح غير موجود لهذا العام في موضوع قبول المعلمين، وربما البعض الكثير صراحة كان له تحفظات كبيرة على الامتحان، ورغم أنه الامتحان يعني دائما بقول شر لا بد، ولكن نتيجة الوضع اللي احنا بنعيشه وضعنا الأسس والمعايير لهذا العام، وربما تستمر لأعوام أخرى إن رأينا أن نعود لما كنا عليه سابقا. بعد هذا الواقع سنعمل تقييم لهذا العام على الأسس الجديدة، وسنقول إذا اخترنا الأفضل سنبقى على هذه الأسس. نعم، يعني شكرا جزيلا المدير العام للمتابعة الميدانية والإشراف والتأهيل التربوي الأستاذ أيوب عليان على وجودك وإجابتك عن كل استفساراتنا واستفسارات المواطنين. نشكرك جزيل الشكر ودمت سالما، وشكر أيضا موصول لجميع الطاقم والجهود المبذولة في هذا الصدد. بالتأكيد يعطيهم العافية. يعني تقريبا الأمور واضحة، المعلمين الجدد فيش امتحان يعني بصراحة، فبالتالي فرصة لمضاعفة العدد كمان، يعني مش انه اذا الحاجه 100 لن مش راح ياخذوا 100، راح ياخذوا تقريبا 300 400 على ان يتم طبعا تصنيفات زي نهائيات كاس العالم، نشوف مين راح يكون، لكن على الاقل في فرصه، خاصه انه مش راح تعتمد على اجابات امتحان البعض بيعتبر انه مقيت ومجحف بحق الغالبيه. نعم، بالاضافه الى التنويه الى انه في الايام القادمه راح يكون اعلان لبعض الامور وبعض الجزئيات الهامه فيما يتعلق بامتحان الثانويه العامه، وبالتالي يكونوا على متابعه لكل ما يصدر من قبل الوزاره ومن قبل الوسائل الاعلاميه لتكونوا على متابعه في هذا الشان. من هذه المقابله ومن هذه المحاور خالد ننتقل الى تقرير اعدته الزميله غدير شوربرجي، نستطلع واياكم لمحه عن تفاصيل القرارات التي صدرت، ولربما ذلك سيفتح المجال أمام أزمة الجامعات المنتظرة في محور البرنامج الثاني من برنامج هذا المساء. مع بدء ملامح لانفراجات بسيطة في حالة الأنمي الذي تناوله وزير التربية والتعليم مروان عورتاني في الإجازة الصباحية، حيث أوضح أن مرحلة التعليم الممتدة من الصف الأول حتى الرابع ستعامل بنتيجة ناجح أو راسب، على أن يكون هناك امتحان وجاهي لمدة شهر لتعويض ما فقده الطالب خلال الفصل الثاني، وذلك في شهر آب القادم. أما فيما يتعلق بالسؤال الأبرز ألا وهو مصير الثانوية العامة، أعلن أن الامتحانات ستعقد في 30 من شهر أيار، ولم تغفل الوزارة عن الطلبة المحجورين صحياً، حيث وضعت امتحانات بديلة توازي الامتحان النظامي. وأوضح عورتاني أنه تم مراجعة الكتب المدرسية، وسوف تطبع الكتب الجديدة بحلة مختلفة على أن تكون متاحة للطلبة بداية العام الدراسي القادم. وفي ذات السياق أعلن وزير التعليم العالي محمود أبو مويس أن الفصل الدراسي الثاني للجامعات سينتهي بموعده بحسب العام الدراسي لكل جامعة، محذراً من أزمة مالية ستعصف الجامعات الفلسطينية في حال استمرار الإغلاق لفترة الفصل الصيفي. ورغم ذلك صرح التعليم العالي أن العائق المالي لن يقف أمام تخرج أي من طلبة الجامعة. الشكر الجزيل لمعدة التقرير غدير الشوربج. يعني بهذا التقرير خالد ومشاهدينا استعرضنا بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بآخر المستجدات وآخر القرارات المتعلقة في القطاع التعليمي الدراسي، وإحنا عم نشوف شوية تعليقات على المتابعة السوشيالجية إنه الكل بيحكي طب خلص بلا امتحانات وبلا شو اسمه ونجحوا الكل، يعني ما زال حتى مع بعض التخفيفات إلا إنه الطلاب دايما بيكونوا في عندهم طمع خالد بإنه يعني كل مش شيء عارف بصراحة. ذكروني لمرحلة امتحان الثانوية 2007 وكان في وضع سياسي مقيت في الأراضي الفلسطينية وامتحانات وإلى ما ذلك، يعني نفس الصيغة، لكن بصراحة مقارنة أنه 2007 لا وضعهم حاليا أفضل. تحكي 90 صفحة الامتحان الثانوي، يعني حرام حدا ما ينجح وما يتعب على حاله، لأنه بصراحة فرصة للجميع أنه يتميز في هذا الامتحان، وفرصة أنه فترة جلوس يعني كانت كبيرة
وحرام اذا ما حدا يعني هلا ما بيزبط اني اقول بدي استثمر الوقت. اللي استثمر استثمر، حاليا هي مراجعه للنقاط الاساسيه العريضه في هذا الخصوص. نعم، لكن خالد مع بعض كل هاي الامور، الا انه اكيد في بعض الطلبه يواجهوا بعض المشاكل التقنيه الالكترونيه، فبالتالي لابد من تجاوز هذه العقبات والنفسيه تكون ممتازه عشان نقدر نتجاوز هاي المرحله على سلام وعلى خير. واكيد الشكر موصول لكل المعلمين والمعلمات وكل الطواقم العامله في هذا المجال تحديدا. معنا مشاركه هاتفيه، نقول مساء قبل المشاركة الهاتفية ممكن انه نفتح الموضوع باتجاه الجامعات والأزمة المالية يعني المتوقع اذا ما استمر طبعا الوضع الحالي. وبيسعدنا في هذه اللحظات انه ينضم ايانا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور إيهاب الكبة. يسعد مساك دكتور إيهاب. مساك الجميع الأخوة والمشاهدين والمشاهدات. مرسيك بالخير يعني احنا سعيدين بوجودك معنا هاتفيا. يعني بالبداية تشكر الجهود المبذولة في هذا الصدد، لكن بداية ماذا عن إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الجامعات الفلسطينية وآخر التطورات في هذا القطاع تحديدا؟ بالحقيقة أولا اسمحي لي أن أحيي جميع المعلمين في الجامعات والمدرسين والأساتذة وكذلك الطلبة وذويهم. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنذ بداية الأزمة شكلت لجنة خاصة، لجنة طوارئ في هذا الموضوع لتكون هناك خطط طارئة تضمن استمرار العملية الأكاديمية في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية. نعم. طبعا هذه اللجنة كانت على انعقاد دائم بالتواصل مع كوادر الوزارة ومع مجلس التعليم العالي الفلسطيني. وبالمناسبة مجلس التعليم العالي الفلسطيني الذي يضم 24 عضو له صلاحيات واضحة في موضوع التعليم العالي وسياسة القبول وضمان جودة العملية الأكاديمية، طبعا بالإضافة إلى الذراع الآخر لوزارة التعليم العالي ألا وهو هيئة الاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. يعني بداية كان هناك شيء محدد أيضا في هذا الأمر ألا وهو طمأنة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وذويهم بأن هذه الجائحة لن تؤثر سلبا في موضوع تحصيلهم العلمي أو في موضوع تخرجهم أو تأخرهم. وبالتالي كان هناك مجموعة من القرارات المهمة الحقيقة التي اتخذها مجلس التعليم العالي والخاصة بالتعليم الإلكتروني بالفصلين الثاني وحتى الصيفي القادم الذي سيعلن عنه بعد انتهاء طبعا الفصل الدراسي الثاني الحالي، ما هي الإجراءات وما هي الخطوات اللازمة لضمان استمرار العملية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني. طب فعليا دكتور إيهاب وإحنا بنتحدث عن يعني ماذا سيحسب فعليا؟ الطالب بيفكر حاليا بقصته، خلينا نكون واضحين، وبتحصيله العلمي بالنسبة للمادة. بعض مش البعض، غالبية الجامعات عمالها بتشتغل التعليم عن بعد، محاضرات، وفي جهد يبذل خرافي ومسافة مكوكية قطعناها في التعليم الإلكتروني رغم صعوباتها، إلا أنه فعليا بيطلع الطالب ماذا سيحسب لي حقيقة من هذا التعليم الإلكتروني؟ يعني أقدر بالتقدير. نعم صحيح دكتور. التقدير الحقيقة يعني احنا سمحنا لكل مؤسسة ان تضع التقدير حسب ما ترتئيه، واحنا كلنا ثقة في مؤسساتنا التعليمية، وانا اقصد بذلك الجامعات والكليات المتوسطة والجامعية وبعض الجامعات بل اغلبها كان هناك عندهم خيار انه ناجح او راسب في المواد. ودعني اكون ايضا اوضح بذلك الامر في موضوع المواد النظرية وموضوع المواد العملية. الحقيقة أن القرار كان واضحا، لا نستطيع أن نقوم بتخريج، طبعا هذا ضمانا لجودة التعليم العالي طبعا. وضمانا لجودة أن يكون خريج مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية بكل المؤهلات والإمكانيات والقابليات ومحققا لجميع أهداف البرنامج الأكاديمي. ففي المواد التي فيها أكثر من الثلثين نظري فناجح راسب يغطي، يعني خلص الأمور ماشية ويترك للجامعة أن تحتسب التقدير أو المناسب، إما ناجح أو راسب أو توضع علامة. على سبيل المثال على بعض الطلاب أعادوا قاموا بإعادة المواد لأجل رفع المعدل، أو أنهم كانوا يحملون مواد فقاموا بإعادة مواد لأجل
مثلا النجاح في هذه المادة أو رفع المعدل، وبالتالي هم بحاجة إلى وجود معدل. الجامعات قامت باحتساب هذا المعدل لبعض الطلاب الذين يرغبون والذين هم بحاجة إلى أن يكون معدل في شهادتهم. أما الطالب الذي لا يرغب فلا يؤثر عليه ذلك، فتبقى العلامة إما التقدير ناجح أو راتب. فأما المواد اللي فيها أقل من ثلثي النظري، أعني أن المواد التي تركز على المواد العملية والتطبيقية فلا بد من أن يأخذها الطالب بالكامل ضمن خطة وبرنامج دراسي مكثف تقوم بوضع مؤسسة التعليم العالي كل جامعة أو على حدة طبعا في حال انتهاء الجائحة وجائحة كورونا. يعني الطالب المواد النظرية المواد السريرية الطبيب الذي بسنة خامسة وسنة سادسة والمهندس الذي يأخذ مواد تطبيقية وعملية أو سريرية سيقوم بأخذها عاجلا أم آجلا، وبالتالي هذه المواد ستكون أيضا تحتسب لها علامة. نعم دكتور إيهاب، فيما يتعلق بالفصل الصيفي في الجامعات الفلسطينية، يعني في الأيام القادمة سيكون هناك فتح التسجيل لهذا الفصل اللي تحديدا تعتاد الجامعات على التدريس من خلاله للطلبة الجامعيين، لكن هناك بعض الجامعات أعلنت أنه هناك يعني فصل صيفي بغض النظر عن استمرار هذه الأزمة أو مع انتهائه، وبالتالي هل سيكون هناك إجراءات معينة أو قرارات يعني خاصة تتعلق في هذا الفصل تحديدا؟ نعم، دعيني أن يعني أوضح الأمر قبل الإجابة على هذا السؤال الهام. نعم، الأمر أن وزارة التعليم على رأسها وزير التعليم العالي دكتور محمود أمويس أوعد وفي جلسة مجلس رؤساء الجامعات التي عقدت أونلاين من خلال برنامج الزوم يوم الأحد الماضي أنه لا يوجد أو لن يكون أي مانع اقتصادي أو مالي يمنع أي طالب من الالتحاق في برنامجه التعليمي، وبالتالي نطمئن الطلبة مرة أخرى أن الضائقة الاقتصادية أو المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الحالية بسبب الجائحة لن تمنع الطالب من الالتحاق في المؤسسة، وسيكون هناك إجراءات أيضا لاحقة وسنتابع هذه الحالات كوزارة مع المؤسسات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني. أما بالنسبة لإجراءات الفصل الثاني، وهناك أيضا كان تداولا ونقاشا مع مجلس مع جميع أعضاء مجلس التعليم العالي الذين أكدوا على ذلك خلال قرار واضح وتم تعميمه على جميع المؤسسات أنه بالإمكان أن يكون هناك فصلين صيفيين دراسيين، ليس فصلا واحدا، فصلين دراسيين، ويستطيع الطالب تسجيل حد أقصى فيه 7 ساعات في كل فصل دراسي. نعم، على ألا يقل الفصل الدراسي الصيفي عن 4 أسابيع ونصف. نعم، هذا الأمر لماذا اتخذ؟ طبعا وأقره بعض الجامعات، بير زيت أقرته، سيكون هناك يعني فصلين دراسيين صيفيين حال انتهاء الفصل الدراسي الثاني. هذا الأمر حتى نعود الطالب ما، وخاصة للبرامج العملية حتى لا يكون هناك تأخير على الطالب. وسيكون في حال انتهاء إذا بقي الفصل الصيفي وإن شاء الله تزول هذه الغمة سيكون هنا الأمور طبيعية، ولكن إن بقيت مع الفصلين الدراسيين أيضا سيكون هناك تأجيلا للمواد العلمية تأخذ حال الانتهاء من هذه الجائحة. طيب دكتور إيهاب، راح يكون في جهد باتجاه طبعا اللقاءات واستمرار طبعا السياسات في وضع الاستراتيجيات لمعالجة أثار هذه الجائحة على نطاق التعليم الجامعي. قبل قليل أشرت إلى أنه العائق المالي لن يمنع أي طالب من الالتحاق في أي فصل صيفي أو أي فصل دراسي، لكن راح يخلق تحدي بالنسبة للجامعات وما يترتب عليها من التزامات لكوادرها وموظفيها. اسمح لي مرة أخرى أن أسجل اعتزازي وتقديري في كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التي يعني شكلت على تاريخ القضية الفلسطينية تاريخا مشرفا وكانت قلاعا وطنية وأكاديمية، والحقيقة أنها تعاني وما زالت تعاني من الاحتلال ومن تبعات الاحتلال، ومن بعض المؤسسات ما زالت تعاني من بعض الأزمات المالية. ولكن يعني الحقيقة نعم سيكون والأمر يعني متروك للحكومة. الآن هناك موازنة طوارئ، موازنة الطوارئ هي للأولويات والحاجيات الأساسية في البلد، وبالتالي مساهمة الحكومة للجامعات قد تؤجل هذا يعني قد تؤجل أو قد يكون هناك نظرا يتم إعادة النظر
مرة أخرى. أما إن شاء الله إحنا نقدر أن يكون هناك يعني حلا لهذه الأزمة أو أن يكون هناك تأجيل لبعض الأقساط، لأنه إحنا السنة الماضية كان هناك أيضا أزمة مالية وقمنا بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي على تخصيص الأقساط والرسوم الدراسية في نظام مكن الطالب من التحاقه برنامج الأكاديمي أو مؤسسته التعليمية دون أن يكون هناك شدة أو أن يكون هناك عائقا. وبالتالي نحن قادرون على أن يكون هناك أيضا خطة لضمان استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وأيضا ضمان التحاق الطالب بسهولة وبيسر إلى هذه المؤسسة والبرنامج الأكاديمي الملتحق فيه. ولكن نحن يعني نقدر وضع الجامعات، نتمنى للجامعات أن يكون هناك أيضا مصادر تمويل أخرى لها، ليس فقط الاعتماد على أقساط الطلبة، وهذا حال مؤسسات التعليم العالي يعني جميعها. ولكن إحنا إلا خصوصية في بلد يقطع تحت الاحتلال يؤثر باستمرار على خططه وعلى برامجه وعلى مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في فلسطين. نعم دكتور إيهاب، يعني اسمح لي بهذا السؤال وهو يعني منبثق عن السؤال السابق، وفعليا بلسان حال الطلبة الجامعيين بيقولوا إنه إحنا فعليا دفعنا الأقساط الجامعية ومقبلين على تسجيل أيضا ساعات الفصل الصيفي، لكن طبيعة الخدمات المقدمة لإلنا هي خدمات إلكترونية، وبالتالي يعني إحنا عمالنا بندفع أقساط نوعا ما ممكن تكون مرتفعة على طبيعة الخدمة المقدمة لإلنا، كون إحنا مش مشغلين قاعات، مش مشغلين الجامعة أو مرافق الجامعة، وبالتالي هذا يعني وفقا للسان الطلبة الجامعيين، وبالتالي كيف سينظر لهذه النقطة بشكل أو بطريقة ما؟ نعم، ولكن أيضا من زاوية أخرى، التعليم الإلكتروني مكلف، هذا يعني مؤكد. والآن بدأت الجامعات أيضا، وكل الشكر مرة أخرى للجامعات التي كانت مستعدة، طبعا بتفاوت وبدرجات متفاوتة. بعض الجامعات عملت ضمن نظام التعليم الإلكتروني دون أي مشاكل ولم تعرض أو تشعر بأي مشكلة ما. وبعض الجامعات طبعا في البداية كان هناك تذبذب في أدائها ومن ثم انطلقت. ولكن التعليم الإلكتروني مكلف، أيضا أستاذ الجامعة الذي يدرس هذه المادة سواء كانت في القاعة النظرية أو من خلال لابتوب أو موبايله أيضا هو يتقاضى راتبا واحدا نفسه لن يختلف. قد يكون هناك انخفاض في تكلفة إشغال القاعات، وهذا الأمر بصراحة يعني ليس للوزارة صلاحية في التدخل في هذا الأمر، هذا الأمر مطروح للجامعات والجامعات العامة والخاصة. أما الحكومية طبعا رسومها رمزية ولا يوجد هناك تكاليف مرتفعة في هذا الأمر. وأنا طبعا يعني اسمحي لي من خلال هذه المحطة أن أوجه دعوة إلى المسؤولين في هذه المؤسسات أن يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار، حال يعني بقيت حالة الطوارئ معلنة. يعني احنا اكيد شاكرين لكل هذا الوقت ويعطيكم العافية، لقاءات واكيد مزيد من العمل في ظل جائحة كورونا. نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور إيهاب الكبج على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. ملامح واضحة. نعم، بالنسبة لطلبة المدارس، طلبة الثانوية، بالنسبة للطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعلمين والكادر التعليمي، يعني كل هذه الأمور يعني قديش بيكون فيه هناك مواصلة وديمومة واستمرارية للعمل ضمن خطط وليست خطة واحدة من أجل النهوض بهذا القطاع وتجاوز عقبات وجائحة كورونا. التوضيحات فيما يتعلق وتفسيرات القرارات من الوزارات لا يعني أنه الأمور سهلة، لا، إحنا فعليا إحنا في خضم أزمة، ولكن تقليل حجم الخسائر هو الأهم. يعني في عنا خسائر إذا ما توقفنا، لكن على الأقل بالصيغة الحالية رغم أنه البعض ممكن أنه يرفضها، مش يتقبلها، مش مستوعب عليها، مش أساسا ممكن البعض يقول أنا لا عندي إنترنت ولا عندي لابتوب ولا عندي تعليم إلكتروني وكيف بدي أكمل. لكن على الأقل بنحكي تقليل الخسائر والحمل إذا تقسم نوعا ما طبعا. وأيضا خالد بصراحة يعني العمل وفق هذه الآلية ولا البلاش، يعني بالعامية فعليا، يعني لو الخيار الآخر كان هو إلغاء كل هذه الفصول وتأجيلها، وممكن كمان مش معروف لوين نهاية هاي الأزمة، وبالتالي حتى إنه إحنا نروح لعملية تأجيل أو إلغاء بعض الفصول وبعض القطاعات هي أيضا يعني قلقة وموترة أيضا، ورح تكون في زخم أكبر من هذا. إحنا أكيد بنحيي كل طلابنا المتابعين والمتابعين
المتابعين والمصحصحين والسهرانين واللي بيحلوا أونلاين واللي بيتابعوا من خلال كافة البرامج والجروبات على كافة طبعا الحصول على الدروس التعليمية، وتحية لمعلمينا ومعلماتنا والطواقم العاملة والأكاديميين اللي أكيد طبعا جهد مضني حقيقة خلال هذه الفترة في التواصل التعليم عن بعد. نعم، كون التجربة الأولى بأنه يكون بشكل كامل يعني كان جزء هو التعليم الإلكتروني في بعض المدارس أو في بعض المساقات، لكن حاليا احنا عم نشهده بشكل كامل يقع على عاتق المدرس وعلى عاتق الطالب، وأيضا الأهل كمان حاليا أيضا عايشين في جو من التوتر، ما تفتحش يوتيوب، ما تفتحش إشي لأنه بدي سرعة النت وقوتها تكون ممتازة عشان أقدر أحل كويس وما إلى ذلك. بالنسبة لعمليات الشطف أثناء المحاضرة يتم تأجيلها في المنازل عشان ما تطلع بعض البلاوي طبعًا على البث المباشر مع جروبات الطلبة والمعلمين. نعم، وفي هذا الخصوص كان هناك مساهمات من بعض شركات أو تحديدا شركة الاتصالات في رفع سرعات بعض الطواقم والكوادر الأكاديمية من خلال رفع سرعة الإنترنت لهم لحتى يكون في هناك نوع من تقديم الخدمة التعليمية بسرعة ممتازة دون تقطيع دون أي تشويش، وبالتالي تشكر هذه الجهود اللي هي تشكل نموذج من التكافل المجتمعي بين مختلف القطاعات. احنا كمان بدنا يرتفع النت للصحفيين. أكيد احنا بنوصل لهذه اللحظات إلى ختام حلقتنا، وإن شاء الله غدا سنتواصل وإياكم واستفساراتنا عن حالة شهر رمضان وكيف سيبدو مع ظل التخفيفات، وراح نغوص أكثر في التخفيفات وتفاصيلها لأنها بالفعل جاءت ألف باء دال جيم وبدها توضيحات وتفصيلات طبعا معينة. نعم، إذن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا المساء، ومساءكم سعيد وجميل وموضح بكل تفاصيل القرارات التي صدرت وما زالت تصدر يوما بعد يوم. شكرا لك هبة، شكرا براء عمر وهيثم صبارين، يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي وإياكم على مساء الغد إن شاء الله. إن شاء الله، إلى اللقاء. إلى اللقاء.